ما هو مرض السيلان؟ يمكن تعريف مرض السيلان على أنه أحد الأمراض المنقولة جنسيا والذي ينتقل عن طريق البكتيريا المعروفة بالنيسرية البنية، ويتمثل بشكل أساسي بحدوث التهاب في الأغشية المخاطية الخاصة بالجهاز التناسلي والإحليل. وفي الحقيقة يعد مرض السيلان من الأمراض الشائعة، إذ قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به سنويا بما يقارب 62 مليون، وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في عدد حالات الإصابة قد لوحظت بشكل جلي بعد منتصف التسعينيات. ما هي أعراض مرض السيلان؟ في الحقيقة يجدر التنبيه إلى أن هناك بعض الأشخاص المصابين بالسيلان الذين لا تظهر عليهم أي أعراض أو علامات، وهذا لا يمنع أن هؤلاء الأشخاص قادرين على نقل العدوى لغيرهم. ويجدر بالذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض قد يكونون أكثر قدرة على نقل العدوى لغيرهم. أما بالنسبة للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، فغالبا ما يحدث ذلك خلال 2 إلى 14 يوما من لحظة التعرض للبكتيريا، ويمكن تفصيل الأعراض كما يأتي. بالنسبة للذكور، قد لا تظهر أي أعراض عليهم. من جهة أخرى، قد تظهر بعض الأعراض لديهم بعد التعرض للبكتيريا بعدة أسابيع. يمكن القول أن أغلب المصابين الذكور تظهر لديهم أعراض الإصابة بعد أسبوع من وصول العدوى إليهم، وتجدر الإشارة إلى أن العدوى البكتيرية المسببة للسيلان قد تظهر في الجسم في بعض الحالات لبضعة أسابيع حتى بعد تلقي المصاب العلاج الملائم. وقد يستمر الضرر اللاحق بالإحليل والخصيتين على وجه التحديد، وقد يصل الألم إلى المستقيم. وبالعودة إلى الحديث عن بداية ظهور أعراض هذا الداء عند الرجال، فإنها غالبا ما تبدأ بالشعور بالحرقة أو الألم أثناء التبول، وكذلك الحاجة الملحة للتبول وتكرار الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض من أجل التبول، ظهور إفرازات تشبه القيح من القضيب الذكري، وغالبا ما تكون هذه الإفرازات بلون أخضر أو أبيض أو أصفر، احمرار وانتفاخ المنطقة التي تمثل فتحة القضيب الذكوري، والشعور بالألم والانتفاخ في الخصيتين، الشعور بالألم في الحلق بشكل مستمر. أما عند الإناث عفوا، فإن كثير من النساء المصابات بمرض السيلان لا تظهر عليهن أي أعراض تدل على معاناتهن من هذا الداء، وحتى في حال ظهور بعض الأعراض فإنها غالبا ما تكون خفيفة أو تتشابه مع أعراض أمراض أخرى مثل العدوى البكتيرية وعدوى الفطريات المهبلية، ولعل هذا ما يفسر صعوبة تشخيص مثل هذه الحالات. ومن الأعراض العامة عند النساء الإفرازات المهبلية التي غالبا ما تكون سائلة مثل الماء وبلون مائل إلى الأخضر، الشعور بألم أو حرقة أثناء التبول، الحاجة للتبول بشكل أكثر من المعتاد، غزارة الطمث بشكل أكثر من المعتاد، الشعور بألم في الحلق والشعور بألم أثناء الجماع والحمى، الشعور بألم حاد في أسفل البطن. ما هي مضاعفات مرض السيلان؟ قد يترتب على ترك السيلان دون علاج ظهور بعض المضاعفات، منها العقم خاصة عند النساء والرجال. انتشار العدوى، فقد تنتقل البكتيريا المسببة لمرض السيلان عبر الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم بما فيها المفاصل، وهذا ما يتسبب بمعاناة المصاب من عدوى المفاصل وكذلك عدوى الأجزاء الأخرى التي تصلها. تجدر الإشارة إلى أن المصاب قد يعاني في هذه الحالات من بعض الأعراض بما فيها الحمى والطفح الجلدي وقروح الجلد وألم المفاصل وربما انتفاخها وتيبسها. من مضاعفات مرض السيلان أيضا زيادة خطر الإصابة بالإيدز، حيث يعتبر الأشخاص المصابون بمرض السيلان أكثر عرضة للإصابة بفيروس العوز المناعي البشري المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسبة. كما يمكن أن ينتقل مرض السيلان من الأم إلى جنينها عند الولادة، وقد تترتب على ذلك معاناة الجنين من العمى وظهور القروح والعدوى. علاج مرض السيلان، في الحقيقة لا توجد أي علاجات منزلية وأدوية دون وصفة طبية لعلاج السيلان، ولكن هناك بعض الأنواع المضادة الحيوية التي يعتبر إعطاؤها لزاما في مثل هذه الحالات. ومن هذه المضادات سيفترياكسون الذي يعطى على شكل حقنة عضلية لمرة واحدة، وكذلك هناك المضاد الحيوي المعروف بأزيثروميسين الذي يعطى عن طريق الفم لمرة واحدة، وبعد إعطاء المصاب المضاد الحيوي الملائم يبدأ الشعور بالتحسن، وتجدر الإشارة إلى احتمالية وجود حالات تقاوم هذه المضادات،
وعندما يجدر علاج المصاب بطريقة أقوى فقد يحتاج الأمر إعطاء اثنتين من المضادات الحيوية، وقد يحتاج الأمر إلى فترة أطول.